ساعة يرافق أبوه داخل أجيب. أين يذهب أبوه؟ يذهب يوسف وهذا الصغير. The sons of سامع and this kid he was with him all the time. رحمة الله عليه الشهيد، يعني قد ما أحكي عنه ما في ما بقدر أوصف ما شاء الله طيبته وحياته كانت كلها بالخير، كان فقط يعني مسخر حياته لفعل الخير، الله يرحمه ويغفر له. طبعا هو زي كل الناس محب للحياة، أب وعنده طبعا أكيد زوجة وعنده أولاد، عنده أولاد عم، عنده ناس كثير يعني الحمد لله، العائلة كبيرة الحمد لله. قبل أسبوع أو أسبوع ونص أنا وهو كنا في تركيا ونزلنا باتجاه المناطق، نزل هو وأخوه، أخوه الكبير في تركيا، نزل هو وأخوه باتجاه المناطق اللي فيها الزلزال، راحوا طبعا يساعدوا ويوزعوا المواد التموينية والإغاثية، يساعدوا الناس اللي ضررت هناك. طبعا هذا شيء في طبيعتنا احنا الحمد لله، يعني جميعنا الحمد لله رب العالمين، لكن هو كان محب للخير بشكل خاص، الله يرحمه ويغفر له. والله يا شيخ هو يعني قبل اسبوع روح من تركيا على فلسطين، وانا كنت هناك، روحت من هناك على الامارات، انا عايش بالامارات وبشتغل بالامارات، فانا اجاني الخبر صراحه بالليل انه المستوطنين قاموا بالاعتداء على القريه، ووصلوا لتجرؤوا لأول مرة، كانوا يتجرؤوا أنهم يوصلوا لداخل القرية لهون. حتى أنا يعني اللي شفته على البث المباشر أثرني جدا والله، أنا مسكت جوازي وطلعت على المطار على طول، كان المنظر يعني مريع جدا صراحة، أني أشوفه قدام عيني على البث المباشر ينصاب ويسقط على الأرض، يعني الحمد لله رب العالمين. شو بدنا نسوي؟ يعني لحظة ما انصاب شهيد الله يرحمه حملناه ونقلناه على السيارة، السيارة طبعا محاصرين احنا الشارع الرئيسي ما في مجال ان نطلع منه، والشارع الزراعي اللي بيننا وبين بيته مغلق من الجيش في السواتر الترابية، فحملناه في سيارة جيب، وبعدين كانت الشباب تيجي من بيتها في السيارات، حتى كان بالطريق الترابي هذا بعد الساتر الترابي كان برضو مغلق من السيارات، فاضطروا يحملوا مسافات طويلة، أخذ الوقت كثير حتى وصلوا سيارة الإسعاف اللي هي أول بيتها بعيد منها تقريبا كيلو 200 متر.